عندي موضوع أريد أحكي كعراقي كمواطن بسيط. من شفت البصرة واستقبالها لها وناسها بقبائلهم وعشائرهم الكريمة، وقالوا احنا معزبين لهن من الخليج العربي وحياهم الله واستقبلوهم، شفت بالمقابل شنت حملة من البعض باتجاه شيخ من الشيوخ البصرة ومحافظها هو الشيخ أسعد العيداني. الشيخ أسعد العيداني طوال أيام البطولة تشوفه كل ساعة بمكان، ما ترك ضيوف البصرة وكان بالفعل معزب لهلا وناسا، ونقل صورة إيجابية عن محبة أهل البصرة لأهلهم الخليجيين من جهة، وعن استحقاق أهل البصرة بأن يعيشوا بكرامة وعز. وحتى بالمباراة الختامية رد أحكيكم هالحكاية، حتى بالمباراة الختامية تدرون الزخم الجماهير اللي صار، وتوجهوا باتجاه ملعب جذع النخلة قبل يوم يعني، وقناة الفلوجة الفضائية والزميل علي عبد الكريم وكل كوادرها المتميزين المتواجدين بالبصرة كانوا بنقل مباشر وياكم للمواطنين جايين من مختلف المحافظات العراقية، بينما الملعب يستوعب له 65,000. وكثير من الشخصيات الرسمية العراقية والخليجية والعربية وسفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية بالعراق راحوا للبصرة حتى يشوفون المواطنين وترحاب أهلها. أسعد العيداني، الشيخ أسعد العيداني محافظ البصرة، المباراة طولت إذا تتذكرون شوطين وبعدين الإضافيات، 120 دقيقة هو واقف على رجليه. ننفرد باستوديو التاسعة بتصوير الزميل ضرغام سفيح لهذه اللقطات، أخذنا سوية بعدين أخذها. هاي اللقطات أريدكم تشوفوها، شوفوا الشيخ أسعد العيداني. هسه روح له كاملة. الشيخ أسعد العيداني قضى المباراة واقف على رجليه هو والوياه من 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 الكادر المتقدم في محافظة البصرة، معازيب لأهلهم، معازيب الناسهم، وقفوا بكل ترحاب أهل البصرة البصريين، وقفوا يرحبون ويهلون بالجايين مواطنين جمهور رياضي وشخصيات رسمية. لكن ارجع لي هالساعة اللي حز بقلبي أنا كمواطن مشاهد متابع جمهور رياضي واحد منكم، ليش من صار التتويج لم تتم دعوة الشيخ أسعد العيداني إلى حفل التتويج؟ ليش يعني؟ هذا خطأ بروتوكولي يتحمل الاتحاد الخليجي، تتحمل منية يا جهة، يتحمل الاتحاد العراقي مع الاحترام للكابتن الكبير عدنان درجال ما قصر، ولا الويا ولا الكابتن يونس محمود ولا الآخرين كلهم. لكن عدم دعوة الشيخ أسعد العيداني على أن هو اللي يمنح الكاس، الكاس بصراوي عراقي عربي بصراوي، بس كان يفترض أن الكاس يسلم من خلال الشيخ أسعد العيداني. وارد أقول نقطة، الشيخ أسعد العيداني إحنا كعراقيين نشكرك ونشكر أهل البصرة فردا فردا، سيدة سيدة، رجلا رجلا، عجوز عجوز، شايب شايب، طفل طفل، شاب شاب، نرفع لكم العقال يا شيخ أسعد العيداني، والنعم منك والنعم من كرمك والنعم من محافظة البصرة والنعم من أهل البصرة، وأريد إيش تكتبوا له شكر خاص والله، شكر شكر باسم استوديو التاسعة وباسم قناة الفلوجة، نشكر الشيخ أسعد العيداني لأنه ما قصر وما قصر وما قصر، وإن صار خطأ بروتوكولي فمقامك كبير، صح أنت طلعت قلتاني يكفيني اللي صار مو ما مدور أنه أصعد على منصة، نعم الرجال ترى شوف الكرم شجاعة، الكرم شجاعة والبصارة كرام وشجعان، وحياهم الله جميعا بقبائلهم بعشائرهم بكل شخصياتهم الاعتبارية، وحيا الله الشيخ أسعد العيداني محافظ البصرة. روح انت وين سياسة حبك الناس واصلين في الويدة الباس واضح مثل دا
البصرة واشعل لك العشرة محزام ولاو أكيد الما يحبك مش بصراوي أسعد العيدان يا كاشان الزلي أسعد العيدان يا كاشان الزلي أسعد العيدان أنت وين سياسة حبك الناس لك العشرة محزمونا أكيد الما يحبك مش بصراوي واشعل لك العشرة محزمونا والله وكف والله وكف.